يلا يلا كلنا نقول لا. كلنا نقول سوفيا شكرا. مع السلامه يا سوفيا. باي باي. بصوا بقى انتوا هتكملوا بس تعالوا دلوقتي عشان عندي ليكوا لعبه حلوه جدا. تعالوا معايا يلا سيبوا الحاجات دي. انا عارفه. تعالوا ادوني بقى الوايبس فعلا. ايه ده يا ماما سلمى؟ استنوا هنقف هنا بس ما حدش يمسك حاجه. تعالوا طلعنا السطوح. ايه يا حبيبتي انا بصوا عشان نغسل بس بسرعه ننضف ايدينا. كل واحد ياخد واحده ينضف ايديه بسرعه. مش مشكله. لا انا اكمل في البيت بس احنا عندنا لعبه دلوقتي حلوه قوي. الشرابات الجميله دي. يلا يلا عبدو انا همسهلك ايديك لو عايز. يلا تعالى. انا معامل لذيذ. طيب خد امسح بده علشان ده مبلول فهينضف ايديك بسرعه. تعرف ولا اعمله لك انا؟ ايه ده؟ روح حط القلم. طب وتعالى روح حط القلم وتعالى. يلا كله ننضف دي بسرعه علشان لا عندنا حاجه حلوه قوي هنا بسرعه كده. احنا هنغسلها يعني بعد الحلقه. تعالى يا عبد وريني ايديك. يا خبر ابيض انت كنت بتعوم في الالوان؟ لا عشان ايده صغيره. جميل. طيب يلا خلونا بقى دلوقتي نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى الناحيه دي كلكم بصوا على الحبل ده اهو. هاتوا هاتوا المناديل. هاتي يا ميزة. يلا يا بناديت انتوا قدامكم ايه دلوقتي؟ شايفين ايه؟ خلاص خلاص مش مشكلة. حبل غسيل وعليه شربات. تعالى هنا عشان تبان. ايوه يلا يا بناديت اقفوا هنا واحدة واحدة واحدة. انتوا شايفين ايه قدامكم؟ قولوا لي. شربات 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 منشورة على حبل غسيل صح؟ ايوه. كل شراب بيبقى له جزئين يعني واثنين صح؟ الشراب بيبقى عبارة عن اثنين مع بعض. ايوه. طيب دلوقتي معانا فريق ولاد وفريق بنات. اه كل فريق هيلم كل شراب والجزء التاني بتاعه ويحطهم ويطبقهم ويحطهم في باسكت. ايه رايكم؟ طب والمشابك بص المشابك هنحطها تاني على الحبل. اتفقنا؟ لا يخلص الاول ولا يخلص الاول ولا هيكسب. يلا بينا. عايز اركب الشراب دي. كل واحد يدور على الشراب الجزء بتاعه. ايه؟ استني وريني الاول قبل ما تحطوا الحاجات. يا ولاد خلي بالكم. ده كده اتطبق؟ هتضحكوا عليا بقى ولا ايه؟ ايوه. قالت لك طبقوه الاول. خلوا بالكم. كده؟ كل شراب لازم يبقى معاه الجزء بتاعه. مش لاقي الشراب ده التاني. يلا لا هتلاقيها. دور عليها هتلاقيها. ايه؟ يلا وروني يلا هتطبق. برافو عليكي صح بالظبط بنعمل الشراب كده بالظبط. انا طبقتها. برافو. طب فين التاني؟ يلا هات اخوه هات اخوه. يلا كله دور على حق. يلا برافو. يلا الشراب فين؟ اللون بتاعه فين التاني؟ برافو. الواحد يحفظ لون الشراب. لون الشراب يدور على الجوز بتاعه. بقى انت خد التليفونات بقى. حاضر. هات التليفونات اهو. يلا قول الو. معانا محمد على التليفون. الو الو. بصوا انا عايزاكم تشوفوا. ازيك يا محمد؟ انا عايزاكم تشوفوا بس بعمل محشي. لا لا انا عايزاكم تشوفوا هنا بتعمل كده ازاي. اخبارك ايه يا محمد؟ الحمد لله. انا معاك بنتك صديقك. علمي صحابي. ازيك يا بنت؟ انا بخير الحمد لله. قول لي انت عندك كام سنه يا محمد؟ تن. تن؟ من هنا. اه تن دي يعني 10 بالعربي مش كده؟ تعالوا الباسكت. معلش انا لسه صغير شويه. طب قول لي انت بتروق اوضتك ولا لما بتلعب بقى بتسيبها تضرب تقلب؟ ساعات. فين ده؟ يعني ساعات بتروقها ولا ساعات تسيبها تضرب تقلب؟ معلش بس عشان الحاجات دي تفرق معايا. بروقها. برافو عليك يا محمد. لا لازم تروقها اصل ممكن تبقى وانت ماشي كده تقوم دايس في لعبه ولا حاجه صح؟ المشكله دي. اه صح. يا اما اللعبه تتكسر يا اما رجليك توجعك. لازم تلموا اللعب من الارض يا ولاد مش هينفع كده. برافو. لا هتلاقي ليهم بس ممكن يبقوا فاكرينهم واحد. ريناد؟ ازيك؟ ازيك يا ريناد؟ الحمد لله. انا بنتخ. عارفاني؟ انا مبسوط قوي ان انا بكلمك. قولي لي انت بتودبي اوضتك ولا بتسيبيها كده مش متودبه؟ لا بودبها. طب بتودبيها ليه؟ علشان ماما تنبسط ولا علشان لازم تبقي اوضتك متودبه كده عشان حبيتي تلعبي تاني حبيتي تذاكري تبقى متروقه كده وجميله؟ هدي؟ لا عشان اوضتي تبقى نظيفه وعشان ماما ما تزعلش. شاطره يا ريناد شاطره. ولو حاجة ضاعت منك بتلاقيها مش كده عشان انت على طول مرتبة الدنيا. اه انا مبسوط منك قوي يا ريناد.
انا عايز اجي معاكي. يا ريت والله، دي انت تنورينا يا ريمان. خلاص ارجع لي كنترول وايه وسيبي بياناتك، وهم ان شاء الله هيكلموكي. ماشي يا ريمان، تعال ندور هنا، تعال ندور هنا. الو الو جمانة، ازيك يا جمانة، اخبارك ايه؟ تاخروا شويه، تاخروا. الحمد لله، وحشتيني قوي يا جمانة. انت كنت فين من زمان؟ بالراحه بالراحه. ها ده مش تتكلمي كده كتير، ده لوحده نعمل لوحده. وانا بحبك خالص خالص يا جمانة. لا ده اتنين صاحبتي طبعا. يا جمانة البنات بقى بيبقوا مرتبين اكتر من الولاد. انت بترتبي اوضتك بقى على طول؟ انا بحب ماما سلمى قوي كمان. وهي كمان بتحبك ماما سلمى. ماما سلمى مين؟ شنو بقى؟ مين 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 يا بنتخ اللي معانا؟ جمانة. يا جمانة، انا جمانة يا حبيبتي، انا كمان بحبك قوي. شفتي بنعمل الشرابات ازاي؟ بتعرفي تطبقي الشراب يا جمانة ولا لسه؟ لا، النهارده عيد ميلادي يا حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة يا جمانة. بقى عندك كام سنة قوليلي؟ 10 سنين يا جمانة. 5 سنين ما شاء الله. طب بتعرفي تعملي الشراب كده ولا صعب عليكي؟ يا جميل، سنة حلوة. صعب عليا. بتعرفي بجد؟ لا، بس انا صوتي واطي. انا كمان بساعد مامي في ترتيب الاوضه. برافو عليكي يا جمانة. طب انا عايزه اقول لك حاجه حلوه يا جمانة. نعم. يلا كلنا نغني هابي بيرث داي لجمانة. يلا. هابي بيرث داي تو يو، هابي بيرث داي تو يو، هابي بيرث داي تو جمانة، هابي بيرث داي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. شكرا قوي يا جمانة على تليفونك الحلو ده، وكلمينا على طول. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. جميلة جمانة. 5 سنين. باي باي. انتوا كنتوا بصوا صحابنا بقى، احنا هنا عملنا شرابات كلها فعلا. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا خدت بالي ان مش كلكم بتعرفوا تعملوا شرابات. انا بعرف بالظبط تقريبا، انت بس اللي بتعرفي، ما حدش عمل الشراب غيرك. انت عارفه كده؟ تعالوا تعالوا، انتوا بتعملوا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ينفع كده؟ تعالوا بقى. ممكن هقول لكم الشراب بيطبق ازاي. ويا بنتخ انت كمان عايزاك تبصي معايا. انا بطبق. انا مركز اهو. انا بطبق. وبعدين كمل. لا لا، ما هو لازم بقى يتقفل. بص بصوا بقى صحابنا كمان اللي في البيت، تعالوا كده عشان انا عايزاكم ايه تبقوا جايين معانا. ممكن كل واحد فيكم ياخد شراب ويعمل اللي انا هعمله من فضلكم. فكوه بقى، يلا اقفوا جنبي. بصوا الشراب هيبقى عباره عن 2 اهو. ماشي، تعالى يا احمد، تعالى يا مازن. الا بقى لو اخطبوط. ايوه يبقى تمام. عبدو برافو عليك. بص امسك كده حبيبي. ايوه امسك الاثنين كده خلاص. بصوا بقى الشراب اهو عباره عن 2 صح؟ بنحط الاثنين كده على بعض وبعدين نعملهم كده على بعض كويس قوي. مظبوط. يلا وروني عبدو. كبير كبير عليك. حط الاثنين على بعض يا عبدو. خد ده زي. ايوه برافو شاطر يا عبدو. استنى ما تعملش حاجه، حطهم بس على بعض كده زي ما انا عملت. برافو. الفتحه منين؟ فتحه هنا ماشي. فبنلفه من تحت. بصوا ازاي كده. عارفين المحشي؟ عارفين المحشي كده؟ ايه ده كده؟ محشي كروم. وبعدين ناخد الفتحه بقى اللي فوق دي ونروح عاملين جواها وكده. الشراب خلص. بصي ازاي صعبه قوي دي اهو. اوكي كده ايوه. نقفله من فوق. خلص كده، عمره ما هيفك من بعضه، هيبقى بالظبط. برافو صح. برافو. طب ما انتوا شاطرين اهو، مش صعبه يعني. ايوه عشان لما نيجي نلبس الشراب دي نلاقي الفردتين مع بعض، ما نقعدش بقى ندور عليهم بقى. برافو. فرده في الشرق وفرده في الغرب. هو الشراب بيتطبق كده. لازم حد عنده اعتراض من الكنترول؟ لا بيتطبق كده، عشان لو حطيتيه على بعضه هيفك من بعضه. هو لازم يتطبق بالشكل ده. انا عارفه اللي انا بقوله، صدقني. كل اصحابنا بقى في البيت، كل اصحابنا اللي في البيت يا رب يكونوا اتعلموا الطريقه دي. جربوها ولو ماما قالت لكم لا ما تطبقوهوش كده،
طبقوه بس على بعض واسمعوا كلامها. تعالى. احنا اصحابنا كنا سالناهم ايه؟ سالنا اصحابنا ايه؟ على ايه؟ عبل. يعرفوا يودبوا. هتعرفوا البقعه اللي بتبقى مش الهدوم ساعات بتبقى متوسخه وفيها بقعه؟ ماما وبعدين ماما تعالوا قربوا لي. لا سيب دول خالص سيبهم. بتقولوا ايه؟ تعالى. ايوه. تعالى يا عبده هنا قدامي. بص كده.